أكثر من 65 لوحة فنية تجسد تفاصيلها الإبداعية جمال الطبيعة والحب والأمل والإنسان وأشياء أخرى. ثمة تجربة نسوية ذاتية هي الأولى في المدينة لأكثر من 15 فتاة من هواة الفن التشكيلي في محاولة على ما يبدو لإظهار تفاصيل الحياة في زمن الحرب. رسوماتي تكلمت عن الواقع، عن الحرب، عن مأساتها، عن الظروف اللي عشناها نحن، عن أحلامنا كمان. تقمصتها من الواقع، ما فيش شيء من خيالي. نحو أسبوع هي المدة الزمنية المحددة للمعرض الفني المقام في مدينة مأرب، وهو نتاج لشهرين من التدريب والإعداد والعمل على إخراجه بهذه الصورة، حدث دفع الكثيرين لزيارته والإشادة به. وبالنظر إلى الجهود المبذولة يتضح أن المرأة هي محور هذه الفعالية الاستثنائية التي بدت كلفة الحرب واضحة في حياتها. عكس الواقع اللي احنا عايشين فيه اللي هي حرب وقلق وتوتر وخوف، يعني حسيت اني انا خرجت، ما كنت اخرج من بيتي اصلا، فسبحان الله مع المرسم هذا صرت اخرج مع بنتي باستمرار. يعني حسيت انه في تغيير جو ثاني غير حرب ومشاكل وقلق داخل البيت، يعني من جد وشيء غريب. يعني نحن نقوم يعني يتفتح معرض رسم في هذا الوضع اللي احنا موجود فيه، فكانت مفاجأة اصلا للكل انه ايش معرض رسم، ايش معرض رسم. تجربة بصرية تتراوح بين المكان وحياة الإنسان اليمني من خلال تفاعل وجدان ومشاعر الرسوم والمواهب ما بين ابتهاج وفرح وسلام. إذن هي توليفة من مشاعر مختلطة للزائرين لمعرض برز فيه الفعل المقاوم والفن بألوان زاهية مبتهجة ومقبلة على الحياة. تأثر واضح بمشاهد الحياة هنا في زمن الحرب وما قبلها أو بعدها، حيث حاولت الفتيات المشاركات صبغ الواقع المأساوي بالجمال من خلال اللون والفرشاة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.